تذكر معي أول صبح وأول مساء، أول حرف قلته. تذكر معي آخر جرح وآخر أسى، آخر حدا شفته. تذكرت بيناتهم شو صار، صار معك؟ شو عم تحكي انت؟ ما صار عقد زواج بين عودي وجوانا؟ متأكد من هذا الشيء؟ طيب 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 اسمعني يا ابني، تروح لعند الأستاذ منيب بتخبره بهذا الشيء وتيجي فورا لعندي على المكتب، فهمان شو عم بحكي معك؟ يلا باي. Thank you.
شبالة هدى، شبالة شفي حالك شوي، والله رح ينخلع كتفي. عفوا مو قصدي مثل ما فهمتي، بس لازم تمسكي اعصابك شوي. بقصد هلا بدنا نروح على البيت، ما بصير امك تشوفك ابدا منهارة بهالشكل. هذا اللي قصدته بس. والله لا تؤاخذني، انا كثير اسفه اني عذبتك مع اليوم. فيك تحمل حالك وتمشي. اكيد لا، ما بصير تضلي لحالك وانت بهالحاله. خليني اوصلك على القليل. لا شكرا، انا بدي استنى الجيران نشوف كيف بدنا نطلع بابا. لو سمحت احمل حالك ومشي. طيب مثل ما بدك، عن اذنك لك. الشباب ولا نقطة بنزين، هلا بأي لحظة رح توقف السيارة؟ وقتها وريني شطارتك. هلا بتشوف شطارتك. شو دخلت لي عندك خمسة ألبان؟ حلو هي؟ هي هي، بسرعة وقف عندك. معك بربيش؟ شو؟ بربيش. ليش خير ان شاء الله بدك تشتغل؟ معك بدون بربيش. ايه طبعا. ايه حاجة بدي ابطل لي الزكاة. طالع لي البربيش والبيدون لقلك، طالعهم يا معلم. بس فهمني شو بدك تساوي. خلص طالعهم لقلك. قلت لك سيراني مش اجل، ما صدقتني. ايه لا لا تجي بدك تسرق البنزين يا حضرة الرقيب. ما راح نسرق، نحن طالعهم بس. عفوا يعني انت اكيد رقيب بالامن الجنائي؟ ايه تعال لقلك. تعال شو تعال؟ لا اصحاب. شو عم سحب؟ يلا اصحاب اصحاب. لا لا هات البيدون اصحاب. يلا تفضل. الله والله انت بدك. يلا خلصني يلا. برافو عليك عليك. مو حرام اللي عم نعمله؟ للضرورة احكام، حياة البني ادم اهم من كل شيء. هلا المهم انه نعبي هذا البيدون ونعبي هالسيارة ونطير فيها. يا عيني عليك، دائما بتقنعني بالقفلة. يلا كفتهم كفتهم. الحمد لله ما عاد بينت سيارته. لك ان شاء الله تنشق الارض وتبلعهم هن وسيارتهم. ان شاء الله من تمك لباب السما، بس خايف يكونوا راحوا من طريق تاني اللي عملنا كمين. فال الله ولا فالك. هلا هلا انا بس والله ضعت، ما عاد اعرف منين بدي اطلع. بدي اطلع على طريق الاوتوستراد. لك شد لك شوي، شد. شو ماشي على بيض؟ لك شو شايفني يا استاذ؟ شو شايفني عم بعمل؟ الله يخلي لي اياك. دقيقتين ان شاء الله بنكون بالزبداني. خلص بكفو. خلصنا معلم. هيك منيح. يلا يلا اطلع يلا اطلع. هلا ممكن تروق استاذ منيب، فهمني ليش مزعوج كل هالقد؟ يعني فكرك الناس الاوادم ما بتروح قتل؟ ما هن اكثر ناس معرضين للخطر، خصوصا بظل الأزمة. والله يا أستاذ منصور مالي خلق لا آخذ ولا أعطي. صدقني أنا مالي شايف أي سبب لهذا الانزعاج. الرجل مات الله يرحمه، بعدين أنت ما ارتكبت أي ذنب تندم عليه. مات الله يرحمه، بس مين قتله؟ وليش لجمانة وعدي يختفوا وبدون ما يكتبوا الكتاب؟ بعدين معقول رقيب الأمن الجنائي يكون وراء الجريمة؟ شو مصلحته؟ أستاذ منصور بالموضوع في شيء كتير غامض ولازم أعرفه، لازم أعرفه. هالأسئلة هي كلها يا أستاذ منيب التحقيق رح يجاوب عليها، بس القصة بدها شوية وقت. بعدين الموضوع أولا وأخيرا تحت إشرافك. شو بدك تروح ولا بدك ضل طول نهار قاعد بالمكتب؟ لا ما رح أمشي، حضل قاعد بالمكتب. بدي استنفر طوال النهار، أصلاً أنا منبه على عصمت ما يتحرك. يا رجل كل شوي عم نكتشف شغلة جديدة. خير إن شاء الله. أنا ماشي أستاذ منيب، وإذا احتجت أي شيء أنا جاهزة. مع السلامة. السلام عليكم.
وعليكم السلام. آمنتوا بالله على هالنهار، لك وين الزفت؟ شو بيعرفني؟ هدي شوية أول خليني إياه. يعني أنت اللي لازم تهدينا. أهلين منيب، كيفك؟ ليش بقى؟ كالعادة. وابنك كمان. ابنك كمان قال طالع هو ورفقاته يتغدى برات البيت. وبنتك طلعت قال عندها مشوار ضروري. والطبخ اللي عملته مين بده ياكله؟ وحضرتك كالعادة ما بتجيني لآخر الليل. اي والله هي معيشة. شو بدي اقضي عمري عايشة لحالي؟ منيب والله مليت، انا مليت، كل يوم نفس القصة. شو هاد يا؟ قولي. واخيرا وصلنا على الزفت. على قد ما فوتنا بدا خليج بين البساتين قلت لحالي ما حنوصل اليوم بصراحه. المهم ضوعنا السياره اللي كانت بلاحقتنا. لك انا بدي افهم بس مين هالابن الحرام اللي عم يطاردنا ويلاحقنا؟ رادار؟ ايه. قديش في مسافه من هون للزبداني؟ قديش بدنا نوصل؟ استني، يعني بدنا شي ساعه. اي اذا ما صار معنا شي. ايوه، وشو لسه بده يصير معنا كمان؟ يعني اذا ما طلع لنا الجني هذا او وقفتنا شي دوريه على احلى. لك فال الله ولا فالك. بعدين هذا صاحبنا خروق ما خرجوا يفوت على منطقة السوار. ايوه، وبركدن قبل ما نصل طلعت لنا شي دورية وشافوا العينتين مسطحة. شو بدك تقول لهم؟ بقول لهم هي وحدة مصروعة، وإذا تركناها فلتانة بتأذي حالها وبتأذينا، لهيك ربطناها. وبركدن سمعوا عنين الناعورة وصحوها وعرفوا شو القصة. شو بدك تساوي يا عيني؟ قولي هي ما حسبناها. طيب شو رأيكم نفكها ونحطها بالطبون؟ ولا مين شاف ولا مين دري؟ وين بدنا نوقف لنحطها بالطبون؟ مالك شايف الطريق معبى على الجهتين؟ لك شو بك في قلب دخلوشة ودخلوشة، هلا منفوت شي دخلوشة. يا عيني عليك يا حضرة الرقيب، عجبتني هي حركة الألف ليرة. تاريك ابن حلال مصفى. عجبتك ما هي؟ ايه ايه. يلا سوق. قتلوا يا ويلي عليك، يا ويلي عليك يا أخي، يا ويلي عليك يا أخي. وين بدنا نروح هلا؟ وين الطريق الرئيسي؟ طلعنا على اليمين. لا على اليمين. على اليمين مو على اليسار. ها؟ أي الأوتوستراد. يا عيني عليك. قول أوتوستراد لشو؟ أوتوستراد. 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 برافو عليك. هاي الأوتوستراد. تعال ساعدني. تعال. تعال يلا. حبيتك شو قوية. عربي. يا ربي تعي لنا هالباب. تعي حطه هلا. عيدي لك اشمعي نفسي كمان. شو بدك عملي؟ كسري البلور ما نسى. مو ذاك هو الفضي تلحقه؟ اي والله بعد عنا الزيارة. ليك وين؟ اي والله هذا هو. روح وراه. لك يا عمي، لانه انا ما وراي شيء. عمرين قلبي ما استرزي. حقك رح تاخده على البنت. سوق انت ساكت اذا بدك. ليش هيك عم تفضل؟ ما حكينا شيء. لا ما حكيت شيء. طول الطريق عم تحكي. بس انا بدي اعرف شو عاملين لك هدول الجماعه لحتى انت عم تلحقهم بهي الطريقه؟ لو قاتلين لك قتيل ما كنت عملت هيك. حبيبي هدول الجماعه قاتلين قتيل، وممكن تصير جريمه ثانيه. هذا غير الشغله اللي عم يشتغلوها. شو عم يشتغلوا؟ دعاره. انبسطت؟ امشي. اذا وقفتنا هي الدوريه لا تشتكي. لا تقول لهم انك تعرفني. استناني عند سكه القطار. وقفتنا. يعني انت يعني شو بدك تعمل معلم؟ قل لي مشان. يعطيكم العافية. الله يعافيكم.
انطيني اوراق السياره لشوف. يا لعيني تكرم عينك. انت الرقيب نصر مو هيك؟ كيف عرفتني؟ بلا كثره حكي، هسا عودك نزل معانا واياك تعمل اي حركه غلط. اي مو تكرم عينك؟ يلا لشوف. تفضل. اسمع لك يا حضره المساعد، على بعد 500 متر من هون مرق فام فضي في بقلبه جماعه عملوا جريمه قتل، فلذلك ومن بعد اذنك رخص لنا. عفوا بس على بس اوراق السياره اللي صارت. السياره يا اخي والله نظامي. دافع الرسوم الله دافع ولك الله يا رسوم ولك 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 ولك. حياك الله يا اخوي عاطف. اديب سهلين، انت منين بتعرف اسمي؟ هالحز اذا الواحد كان له قريب عندكم جوا ترى عاد شلون يقدر يشوفه؟ ومين هذا الواحد؟ ما يكون انت. اي بالله يا اخوي انا. وهذا قرايبك ايش مساوي حتى عبيناه؟ والله يا اخوي عد ما قال الشيخ جاسم ان المفرزه هذه قاعده تقتل بينا 40 سنه طار عقله وراح ويا اهل الديره، بس ترى ما هو مجرم او قتال لا سمح الله، بس عاد كان لزوم يروح وياهم ما يذبحونا. ايوه يعني انتم مثل الغنم، وين بيروح الكبش تلحقوا؟ اي غنم. والله يا حجي موقوف من هذا النوع ما خرجت تشوفه طاول طاول الا باذن من النائب العام. الله يخليك يا اخوي لا تصعبها علي، تراني جاي من مكان بعيد وما اعرف هذا النائب اللي قاعد تحشي عنه، تري اني ما اعرف غير ابو حمدي. إلى كل الوحدات، إلى كل الوحدات والحواجز، أكرر هل تسمعني؟ إلى كل الوحدات والحواجز، المطلوب اعتراض السيارة ذات اللوحة الفضية الرقم. شو خيو؟ أنا رح أساعدك بس ما بعرف إذا بطلع بأيدي ولا لا. تقدر يا أخوي تقدر، بس عاد لزوم تقوي قلبك وتشوف أصحابك الجوة. هلأ بكل الأحوال ما بقدر، حكم الإدارة مليانة ضباط، هيك تسريبات ما بتصير بالنهار، هاي بدها المساء. إيه وش عليه؟ نستنى للمساء، المهم نشوف الزلمة. خلاص معناتها روغة تطلع 3-4 ساعات ورجع المساء وإن شاء الله بصير خير. مكثور الخير يا أخوي، ومثل ما قلت لك إذا خدمتني هذه الخدمة ليش مني حلوان شبي. إيش عم تحكي أنت؟ الناس لبعضها يا رجل، خلاص مثل ما قلت لك بس رجع المساء أكيد بصير خير. سيدي جايب لك معلومات تازة رح تسر خاطرك كتير كتير كتير. معلومات تازة؟ تفضل سمعني. سيدي رقيب نصر الدين العاصي وأخيرا بيّن، مسكته دورية على طريق الزبداني بس حسن ينفذ منها. على كل حال هلأ الجهات كلها بالمنطقة عم تلاحقه. أنت متأكد من هاي المعلومات؟ طبعا سيدي متأكد تماما. طيب اسمع شو بدي لك، بتروح هلا بتجهز لي دوريه من احسن العناصر، عم تفهم شو عم بحكي؟ تروح على الزبداني فورا. راح لحنين راح لحنين، الله يعين قلبك يا سعاد الله يعين قلبك. العمر لك والله يصبرك يا حبيبتي انت يا ماما يا حبيبتي. الله يرحمه الله يرحمه والله ما عم بقدر صدق. الله يخليك يا خانو، نحن ما صدقنا سعاد هديت. حسبي الله ونعم الوكيل. مع عزيز تعال تعال هدي جنبي. الله يرحمه الله يرحمه ترحموا عليه الله يرحمه. دخيلك لا تزعل، هي اختنا سعاد بس ما بتشبه ابنه، مثل ما بقول المثل الله خلق اخين وخلق طبعين. لحين الله لا تزعل يا مع عزيز لا تزعل. الله رب العالمين الله يرحمه على صراط مستقيم.
تنزيل العزيز. انت مين سمح لك تدخلي لهون وكأنه البيت بيتك؟ رجاءً يا نسوان، مو كل وحدة تتصرف من راسها وكأنه البيت ماله أصحاب. إن شاء الله يا جماعة لا تحزنوا. الله يجعلها خاتمة الأحزان يا ست سعاد. العمر إلك. حياتك الله يرحمه. الله يرحمه. يعيش. الله يرحمه ويكرم قبلنا. شكرا يا عمو. الله يطول بعمرك يا رب. ولو يا بنتي. يعني ما عملنا شيء من الواجب. شو ما عملنا ما منه في المرحوم حقه. الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته. وده العمر إليك. سلم عمرك ياسر. خد ده وصل على بيته. من هنيك وشك عند حدا. خليك مع الشباب وشرف عليهم لنكون جبنا المرحوم لندفنه. حاضر بابا. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حضرة الأفندي. أفندي بعينك ولك ولك مساعد قد الدنيا. طز قدامك ولك منيح. يا حضرة المساعد ببوس إيدك. كيس سيارة سيارتي يعني قصدي عم بشتغل عليها. والله صاحبها بيخرب بيتي. أنا ما معي حق دولابة. ببوس إيدك رح تم معكم لترجعوا لي إياها. إيه يعني أنا إيش دخلني هسا؟ شو إيش دخلكم؟ ما هو هذا الرقيب اللي سرق اللي أخذ الاستعارة عنكم بالأمن الجنائي. أيوه اسكت صراعتنا ولك. ببوس قدامك بسرعة لحكوا يلا. شو ماما؟ رايحة لعندهم؟ ايه رايحة لعندهم. مضطرة. شو بدي ساوي؟ مشان ما يعتبوا علينا ويقولوا انه نحنا ناس بلا اصل. بس بتعرف اذا اجيت للحق انا كل هالخطبة مالي مقتنعة فيها. ويمكن اللي صار لآدم مشان تفقس جوازتك عن هالبنت. هيك قلتك؟ هيك احساسي عم بيقلي. تعرفي؟ والله يمكن معك حق. اساسا هيك انا مدري كيف قلبي نائزني من كل هالقصة. عنجد حبيبي بتعرف اذا بتتركها لهالبنت بتكون عملت زينة العقل. بس مع هيك يعني هلا لازم تروح معي لانه ما حلوه تترك هدى بهيك ظروف. يعني سايرها يومين لبين ما يخف حزنها على ابوها. شو بكره هاي المواقف. طيب يلا يلا تفضل. أنا بقول لك ولك هين بمخ بمخ هين. تمام لقطناها. تمام أمورة تمام ما فيش. هسا هو وين يكون راح؟ شو بيعرفني عشان من الحمراء. شو بيعرفك ها؟ ماشي ساحرة مرني. أنت ما مارقة من هذا المرة من الطرق. إليكم بين من جبال هي حنرد نطلع على الأستراد هلا شوف. وبهرب ملي شريني ودور علي بياني وأقول يا عيني ليه تبكي رحت الطبيب يداوي سألني الجرح فين قلت له هو جوا في قلبي يلي زايد عيدا ايتين حبيتك يا حبيبي من غير
مسأل سؤال تاي 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 يا حبيبي إيه؟ مهما طال المطال أنا بس اللي محيرني مش مخليني أنام إزاي أنا أقدر أقتل وإزاي تقدر تنام الله الله كأني اليوم ما شفت خطيبك من المستشفى شو ما خبرتي شاهر ما عاد خطيب أوف على حد علمي اليوم كنت بكتابه أي على أساس بس بتعرف شو فعلا ما عاد الناس بتبين بالأزمات يعطيك العافية عمي لا في زلمة هو اسمه جاري قالوا له ساكت هو فناح والله متأكدة إنه البيت بهالحالة هاي؟ لك إيه أنا جاي قبل هلا بس ما بعرف شلون أصل لهون. مظبوط هاي النهار حطيناها بظهرنا دخلة على اليمين ثالث باب على اليسار. ماشي طب روحي دق الباب روحي. تمام عجلي ما بدنا نوقف كثير غريب ليش ما عم يفتح دقي كمان دقي متأكدة هذا البيت؟ لك طبعا متأكدة في موعد بيناتنا إذا بدكن جابر ما هو هلا مشي شوي اجت سيارة واخديته سيارة شو؟ شو بيعرفني؟ سيارة زبالة شو بيعرفني لما تسألني؟ كتر خيرك عمي دخيلك لا تواخذنا يا سلام طولوا بالكم يا جماعة بجوز القصة ما تكون هيك يعني الزلمة لا تنسوا انه ميت على ما يشوف اخته بين ايديه يا سيدي إن شاء الله القصة تكون مثل ما عم تقول حضرتك لأنه إذا غير هيك بده يكون راح تعبنا لجبنا جمانة كلياته على الأرض لقوا فوق ما في مصاري بونسوار بونسوار بقيت حياتك يا ست سوات حياتك والله سعدت من كل قلبي العبر إلكم طول عمرك يا ستي يا أخوي ترحبوا يا ستي الله يرحمه تعيشي حبيت البضاعة كتير كتير ظريف طبعا أكيد تكون زي آخر موضة بغيك دي كتير تعيشي طول عمرك يا ستي قولي يا حبيبي
صفر قلبك. أنا خطيب البنت اللي كنت عم توصلها. أنت مين بلا زغرة؟ والله والنعم، أنا ياسر ابن جيرانهم. قلت لي ابن جيرانهم؟ والله شي حلو. وهي اللي طلبت منك توصلها؟ عفوا، اسم حضرتك؟ شاهر. يا أستاذ شاهر، جوا في عزا، الناس كتير متضايقين. بقى مو وقت الحكي عن إذنك. لسه ما خلص كلامي، وين رايح؟ أعمل لك يا سيد شاهر، بلا ولدني وكبر عقلك. ايه تعال هون، انت اللي بدك كبير الراس ولا هذا صوت شاهد طولي بالك يا ام شاهد. شو طولي بالك؟ مالك شايفه شو سووا الصبي؟ طلعت الاخت مصاحبه وانا ماني دريان. ايه شو عليه؟ اه وهيك كمان. ايه بيني على حقيقتك يا هدى، بيني بيني المخبى. منيح اللي مات ابوكي مشان نعرفك مزبوط. على كل حال مو مشكله ماما، هاد لون الناس اللي زباله ما بيجوا غير بالكرباج. امشي على الشرطه زباله تفو. ماما انا رح اتصرف. شو ست هدى؟ عجبتك الفضيحه بهذا الوقت؟ شبكي ما تجاوبي؟ فعلا انك وحده قليله ادب وما بتستحي. احكي ليش مطنشه؟ ياسر كرمال يطول بالك، هذا واحد قليل تربايه والوقت مانه مناسب للعلم والادب. والله يا هدى انا بعرف بعرف، شفت وسمعت كل شيء، بس الله يخليك روح غط هلا. هاي المره ناوي تجيب الشرطه. هو تجيبها شو يعني؟ ليش انا شو عملت؟ وحياه الله يا هدى طولت بالي عليه كثير وما مديت ايدي عليه لحتى رفع ايده. مزبوط كلامك يا هدى، لازم كيف مغيب على السريع. ماشي يا لطيف على النسوه، أنا لازم روح على التربية شوف شباب شو صار معهم بالقبر. يلا خاطرك ديري بالك حالك. الله معك. عافية يا معلم. عراسي يا معلم. فينا نستخدم التليفون؟ بس أرضي هاو بيمشي الحال. 50 معلش. معلش أنا واحترامي سيدي، أنا الرقيب نصر الدين العاصي سيدي. أي سيدي أنا عفوا سيدي، أنا أقتل؟ لا سيدي. شو قتل سيدي؟ أنا قتل الأستاذ آدم؟ لا سيدي، في سوء تفاهم. أي سيدي ممكن أوضح لكم؟ شكراً كلك زو سيدي. سيدي لما أمرتوني أخذ البدوي أنزل فيه على المحكمة، هنيك التقيت بمجموعة عصابة مسلحة سيدي هدول. أي نعم سيدي، مؤلفة من شخصين والثالث كان بانتظارهم. شو يا أبلة نعمت؟ شو أخبار العروس؟ اختنقت ولا لسه؟ على حالة. شو ما اتصل جابر؟ لسه. شو مزهزين أفندي؟ بدنا نضل عم نلف وندور هيك، بركي الأفندي ما جرب، شو منعمل ساعتها؟ والله ما بعرف أنا ليش قبلت حط إيدي بهيك قصة، كنت ضليت بشغلتي لا هم ولا غم ولا دم. والله اللي بيسمعك عم تحكي هيك فكرك شي مديرة ولا شي وزيرة. ما شاء الله على أمك وأختك أنت، على أساس أنت اللي أمك جابتك بحبة برشام معقم يا بعدي. لا تبلشي تقطشي وتلحشي، دمي فاير ها، ومن شوي كنت بدي أقتل بني آدم. إيوة فرطوها فرطوها بقى، لحنبلش نتخانق من هلأ.
مانك شايفه لابنا لشريف شلون عم يحكي من فوق الاساطير؟ لا سيدي انا حتما رح القطهم ان شاء الله. هن بهاي المنطقه سيدي. ولا يهمك، شكرا كثير، شكرا لتفاهمكم سيدي. شكرا شكرا، مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه. ما في مشكله مشان الله. لا ما لا في لا. مشكله. شوفي مين ان شاء الله يكون هو يا رب. هو واخيه. الو وينك يا جابر؟ ما عم ترد علينا؟ ما كان فيني رد على الموبايل، فورت لنا ضمنا ونحن عم نمشي بالشوارع مثل المجانين حاطين روحنا على كفنا. المهم نعمة خانو، جبت الأمانة؟ معنا المضروبة. اسمعي لقلك، بتلاقولي على أول طريق سرغاية، أنا ربع ساعة بكون عندكم. لا ما نسيت أمانتي، بتسلموني وبتستلموا. يلا مع السلامة. أهلا وسهلا بخيي عصام. أهلين سهيل، كيفك؟ شو خيي؟ إذا ما صارت مصيبة أمن شوفك يعني؟ وين غطيت هالغطة؟ لك أنت بتعرف شغلتنا وقرفها يا رجل، والله العظيم ما عم نشوف أهالينا. هلا المهم أنت شو صار معك؟ ما صار شيء، لكن محاصرين المنطقة كلياتها وعناصرنا منتشرين بالزبداني كلها. أنت عندك معلومات جديدة شيء؟ يا سيدي أنا عندي معلومات، إذا كانت صحيحة فعلا منكون يعني ما استفدنا شيء من كل شيء عم نشتغله. الله، وشو هالمعلومات هاي؟ ومن وين مصدرها؟ يا سيدي حكى معي من شوي الرائد ياسين محمود، بتعرفه ما هيك؟ كيف بعرفه؟ ما هو اللي بيخدم باب مصلى؟ هو بذاته. ايه وشو خبره؟ خبرني انه الرقيب نصر حكى لعنده على البيت وسرد له قصة غريبة عجيبة عن الجريمة اللي صارت بالقصر العدلي. يعني القصة بتنسف كل المعلومات اللي عنا. ايه وبعدين؟ شو حالك ما تقطر الحكي بالقطارة؟ هلا قبل ما احكي، في سيارة لازم نعمم رقمها على العناصر، لأنه احتمال تكون هون بالمنطقة وفيها ناس خطيرين كتير كتير. طيب ماشي ماشي، هلأك كمي شوقتني، شو قال بعدين الراهي؟ يا سيدي القصة باختصار مثل ما حكاها الرقيب نصر تماما. هلأ المهم انت طلع معي بالسيارة ونكفي حديثنا هنيك. تفضل حسان. بول خذ العناصر والحقونا. أمرك. فتحتنا قدام العالم ونزعت علاقتنا مع الجماعة، وهلأ أبصر شو بده يصير بشراكتي معهم. والله ما نك مربيتي يا علقم، منين جايبة هالقوية هي؟ بعدين مين هذا ياسر؟ ما يكون ابن لهالشرنة اللي قاعدة هونيك؟ وشو علاقته ده فيه؟ ماشي أنا بفرجيها لبنتك، أنا بفرجيها. ولك خلاص 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 خلاص. ولك أنت بشو أنا بشو؟ ولك ما بتكفيني مصيبتي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. طولوا بالكم يا جماعة، طولوا بالكم. جابوه. ولي لك ولي. صلي أهلين خي جابر، كيفك؟ إن شاء الله بخير.
خير يا ابو نواف؟ شو في؟ يا اخي ما في شيء، بس اجوا جزر جيل ومره وسالوا عنا. ايه هدول قرايبيني. الله وكيلك، حلفت عليهم يفوتوا لعندي يشربوا لي ولك كاسه شاي، والله ما كان يفوتوا. بعرفك يا ابو نواف، ما بتقصر رجال ابضاي وشهم. لك ولو يا رجال، لك والله العظيم الناس لبعضها طول عمرها، معقول يا ولكن جارنا جابر ولو؟ عشت يا ابو نواف، يلا عن اذنك. هلا خير، شو صاير مع قرايبنا؟ ان شاء الله ما في شيء يعني. ما صاير معهم شيء، هدول جايين يزوروني، وهلا عن اذنك، بدي فوت جيب كم غرض وروح بسرعة، حاكم عم يستنوني على الطريق، يلا سلام. ليش ما كانوا يستنوا عندي؟ والله قلت لي يفوتوا يستنوا، ما كانوا يستنوا. هي علينا، أبو نواف أنا مستعجل مو فاضي لك هلا، عن اذنك بعدين بعدين. لك يا أخي كانوا يشربوني كاسة. يا أخي قلت لك بعدين، خلاص بقى. من في هون الضربة؟ مو بيناتهم، أكيد هرب. بس هدول الأوباش بيعرفوا وينه لأنه كلهم رفقاته. لا تحكي كلام طالع نازل، قرب انتو إياه. وينه هذا رفيقكم؟ ياسر، اسمه ياسر. وينه ياسر؟ ما بنعرف وينه، شايفنا فاضيين لياسر غير ياسر؟ خلينا بمصيبتنا بقى. إذا بدك المضبوط يا جناب المساعد لازم تاخذ هذا الشاب وتحبسه، لأنه هو اللي اعتدى على ياسر وسبوه. خلاص ولا أنت وياه يقطع عمرك على عمره أوباش نور. أصلاً أقول لك شغلة، هن كمان يضربوا ابني، مزبوط ماما؟ ترمي حالك يا مدام. هاد الحكي إلي؟ يعني إيه. فضل لا إله إلا الله. سامحوا يا إخوان، يا أهل الجيرة. اسمح عنا وعنكم الله انتقل الى رحمه الله جاركم الاستاذ ادم. سامحوه يا اهل الجيره. اسمح عنا وعنكم الله انتقل الى رحمه الله الاستاذ ادم. سامحوه يا اهل الجيره. سامحوه اسمح عنا وعنكم الله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. لك كل حل عني بقى يا اخي. هي كاسه شو بدها تعطلك؟ هي كاسه بدي يا زلمه. قال يا اخو خانونا الحبايب واحنا لم خون. لك اللي بدك يا ليسي. والله يا نعمه الله لا يحرمني اياك يا ساحرتنا انت. ما بعرف شو مساوية فينا والله ما بعرف. الله يجعل لكم حظي ونصيبي وريامي. اي دخيلك انا. قلبك شفاف وعقلك شفاف. دخيل شفاف انا من هون. الله لا يوفقني ولا يوفق هالشفاف. يا قارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك. وتعطلت لغة الكلام. رادار؟ ايه؟ كأنه جابر تأخر معه؟ لا ما تأخر، ما بقى إلا يوصل. أعطيني سحبة يعني. أعطيني خليني زهزهلي شوية وصلتي، لكن إن شاء الله ربي بيخليلي الآن تبعي. وصلت الريحة لعندك دغري؟ لك دخيلك أنا، دخيلك، دخيل هاتي، لك هاتي دخيل، دخيل أصابيع إيديك، أصابيع الضمسي يا أخي. نحن هون وعدينه هلا ما؟ ليش اليوم أنا عم حس الوقت بطيء وثقيل ودمه ثقيل؟ Thank you.
تذكر معي أول صبح وأول مساء أول حرف قلته تذكر معي آخر جرح وآخر أسى آخر حدا شفته تذكر بيناتهم شو صار تذكر معي تذكر معي وشوف شو تغير Remember.